في البداية هنتكلم إن الوفد اللي هيسافر من نادي الزمالك يوم الأحد المقبل بعد عودة كالترون، يعني هيسافر الأستاذ أمين مرتضى منصور، وهيسافر معاه عضوين كمان من مجلس إدارة نادي الزمالك مش أعضاء، يعني هيسافر ممكن الأستاذ الكابتن إسماعيل يوسف وحد تاني من المجلس أو من تابعين المجلس، يعني مش لازم يكون عضو مجلس إدارة. هيسافروا للبرتغال لنادي سبورتنج لشبونة ونادي ماريس من البرتغالي للتفاوض حول العقوبات النهائيه على نادي الزمالك. هيكون في كلام يعني ممكن بيحاولوا هم يقسطوا المبلغ، هم خلاص كده كده الزمالك هيدفع المبلغ، هم بيحاولوا يقسطوا المبلغ بس هيدفعوه على دفعات، ومع التزاماته او هيقدموا لهم التزامات وضمانات بالثلاث او الالتزام في الثلاث اصابع من مصر. بس اوعى تقول لي هاني زاده هيسافر ضمن الوفد. لا اللي هيسافر الاستاذ امير مرتضى منصور. ايوه لهاني زاده السفريات، يعني ابن فقطوقه خرب كل حاجه في كل سفرياته. طب انا هدعم كلامك بمعلومات يا استاذ عبد الناصر. ملف الكره مسكه الاستاذ امير مرتضى ومعاه الكابتن اسماعيل يوسف. ملف الناشئين اللي احنا الحمد لله كنا من اول الناس اللي فضلناه. خلي بالك بس حصل تعديل في ملف الناشئين، مسكوا حماده انور. انا بقول له جاي لحضرتك في الكلام. الاستاذ علاء اللي هو علاء مالي مسك ملف اللي هو اللهم صل على النبي، مسك ملف التغيير الاداري للاجهزه الاداريه جوه النادي، يعني كل الهيكل الاداري بالرواتب بكل حاجه. كل واحد احمد عادل عبد الفتاح مسك الالعاب الاخرى، يد سيل سله طايره. احمد مرتضى منصور مع المستشار احمد جلال ابراهيم ماسكين ملف فرع اكتوبر وماسكين ملف استاد الزمالك اللي هو اصلا مزعم ان شاء الله كمان سنتين. ده على حسب بالاضافه ان المستشار احمد جلال مع ملف السباحه من زمان ما بيسيبوش. انا مسكت كل المهام يا استاذ عبد الناصر عشان كلام حضرتك مهم جدا ونقطه فعلا فارقه. ما فيش ولا ملف مسكه الاستاذ هاني زاده من ساعه ما جه الاستاذ مرتضى منصور. لا ماسك نفسه، اصل مرتضى منصور لو مسك هاني زاده هيبقى مرتضى منصور ما اتغيرش وهتبقى كارثه، فلازم هاني زاده ما يمسكش ملفات. هاني زاده اخره يمسك نفسه ويتكلم يديلك ايحاءات انه كلاس وابن زواته وهو قز فيش، ما فيش اي لازمه في اي حاجه. وانا عايز اقول لحضرتك بالاضافه لكلام حضرتك مش هيكون له اي دور في نادي الزمالك لا اعلاميا ولا اداريا الفتره اللي جايه. ده كلام انا متاكد منه وواثق من معلوماتي فيه. ولا بطخيا حتى. صحيح بالظبط كده. فهي الادارات في نادي الزمالك او الملفات في نادي الزمالك تم تقسيمها بالفعل ما بين الاعضاء المتواجدين حاليا، لكن الاستاذ هاني زاده ليس له اي دور في الملفات اللي قالها الاستاذ مصطفى منصور عموما. وكده الوفد اللي رايح سبورتنج لشبونه غالبا هيكون في امير واسماعيل يوسف. ملف اللي رايحين لسبورتنج لشبونه يقابلوهم عشان ينهوا القصه. وممكن هو الكلام يا استاذ عبد الناصر ان هم رايحين يقسطوا المبلغ لان العقوبه نهائيه والزمالك لازم يدفع. رغم ان النادي رفض مرتين التقسيط لكن محاوله. اللي رايح امير مرتضى واسماعيل يوسف ولا لسه ما عرفتش؟ الاستاذ امير مرتضى خلاص نهائي، بس دلوقتي بيتكلم في انه لازم يبقى حد متواجد هنا مع الفريق عشان هيكون في مدرب مصري خلال الاسبوع اللي جاي، اللي هو زي ما قلت لحضرتك اكثر التشريحات يعني رايحه للاستاذ الكابتن عبد الحميد بسيوني. اكثر الترشيحات يا جماعه. بالمناسبه بدل اتكلمنا على موضوع فلوس محمد ابراهيم ومارتيمو وفلوس سبورتنج لشبونه وشيكابالا والموضوع ده، عايزك تعرفوا حاجه. اوعوا لما يجي امير من البرتغال حلل الموضوع سواء اتدفعت الفلوس كامله او اتقسطت او اي كان الاسلوب اللي قاله، اوعوا حد يفكر ان دي حلول من مجلس مرتضى. لا، مرتضى من ضمن الحاجات اللي جاي بيها انه يسدد الفيفا، يعني اصلا مرتضى هتسدد. ايوه هسدد. طب تعالى يعني في روما من 300 ل 400 مليون تكفل بها مرتضى منصور لاحياء الزمالك من جديد، عشان كده رجع. يعني مش عايزك تتعامل مع اي ملف بيتحل انه عمل بطوله، لا، ده الشيء لزوم الشيء زي الجردل والمكنسه والمساحه والجردل ومش عارف ايه الهلال والنجمه. هذه بضاعتكم ردت اليكم ودي الحداثه. ايوه
ايوه مفيش حد يعمل بقول لا انت خربت حاجه جاي تصلحها مع كامل الاحترام ليك، لن تاخذ منها بطوله عشان بس احنا اتفقنا احنا لا احنا مع الحق ولا يعني ولا يعنينا الكابتن محمد ابراهيم. الكابتن محمد ابراهيم رجع سنه 2016 وكان في عهد المجلس الاستاذ مصطفى منصور في الولايه الاولى. الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا رجع في 2016 برضه في نفس العام وكان برضه في عهد الاستاذ مصطفى منصور، والمخالفات دي حصلت او الخلقات دي حصلت في العقود، وقت الاستاذ مصطفى منصور هو الراجل قال ان هو هيحلها، يعني بيتكلم لا هو جاي لا مش هيحلها هو جاي عشان يحل. يعني بص هتعمل واحد اثنين ثلاثة، نعم اتفضل، هتعمل انتخابات، هتسدد فلوس الفيفا، هتحل مشكله كذا، هتجدد للعيبه، حاضر زيه زي اي لجنه جت قبل كده، هيقعد يقول لك اقسم بالله ما حد بيتصل بيا، اقسم بالله ما في تعليمات، لا في تعليمات وفي اتصالات ومش هتقدر تعدي الخط اللي مرسوم لك، وانا بقول لك اهو وبتحداك لو قدرت تخطيه، واكرر انا لا ضدك ولا معاك، يعني لن اكون ضدك وفي نفس الوقت مش هركب قرنين واشتغل معاك، مستحيل، انا على مسافه واحده ادعمك في الصح وانتقدك في الغلط واساند الزمالك الى ابعد حد، بس ما حدش يدينا بقولات زائفه، هذا كلامي واضح وتلك بضاعتك ردت اليك، فلو سمحت شوف ايه الغسل فيها وايه السمين وصلح وسدد وعادي، ومش هقول لك ربنا يخلف عليك لان معاك ما هو اكثر مما ستدفع بمراحل، فربنا يرزقك يعني بعد كده.